أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي أو أجد على النار هدى ف
إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم.